السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ تفضل. جزاك الله عنا خيرا. وإياكم. كي لا أطيل عليكم، سؤال بس سريع، حكم المشاركة في المستشفيات أو المراكز الصحية اللي هي الرعايات. في ناس بتقول إن هي عندي فلوس مرضى وحرام، هل الكلام ده صحيح ولا يجوز؟ لا، كلامهم غلط، هذا يجوز، هذه مشاريع استثمارية. وإلا لو قلت بهذا القول الباطل لمنعت الأطباء من فتح العيادات ولمنعت المستشفيات الخاصة كلها، هذا كلام غير صحيح، في تضييق على أهل الإسلام. ولم يزل الأطباء يتقاضون أجرا على تطبيبهم للناس. السلام عليكم.